جمعت بكيكو عسلام. اسمحوا لي نقدم لكم روحي، انا حسي بن طيب، استاذ اول مميز درجه استثنائيه بخبرتي الكبيره في تدريس ماده التصرف، اعداد وانجاز الدروس التلفزيه، وتاليف الكتب المدرسيه الموازيه. باش نكون معكم كما كل عام على بلاتفورم لسينا اكاديمي. جيتكم اليوم باش نحكي لكم على البرنامج اللي حضرناه لكم على منصه لسينا اكاديمي بكل محبه وبكل بروفيسيوناليزم، باش كل واحد فيكم يفرح بالمساج اللي باش يلقى فيه ادمي ويفرح به العزيز عليه الكل. في لسينا اكاديمي حضرنا لكم عروض تتماشى مع خصائص كل شعب، وسمحوا لي لهنا باش نركز على شعبه الاقتصاد والتصرف اللي برشا من تلامذتها ما يكونوش بازي في دي ماتيير كيما الفرنسي والا المات، وهذا يأثر على مستواهم ونوتاتهم في لي ماتيير الاخرين كيما ليكونومي وجيستيون وغيره. وهذاك علاش باش تلقاو معانا لهوه خاصه نصيف على لي ماتيير سيكوندير باش يخفوا عليكم الدهك في وسط العام وتركز على لي ماتيير برينسيبال. الفورماسيون هذايا باش تكون حسب التلميذ، اللي ناقص حاجه باش نحاولوا نصلحوها له ونبنيوها، واللي سافا باش نبداو معاه في البروغرام تاع الباك. وفي وسط اوت ان شاء الله باش ندخلوا المواد الرئيسيه. بالطبيعه كان فما حاجه نقصتك في التروازيام اني ولا في اللي قريته قبل، باش نعاودوا نريفزوها باش تبني روحك على قاعده صحيحه، باش كي نبداو في البرنامج نتاع الكاتريام اني تلقى روحك اليز ومتمكن من لي كونسيبت اللي تقرا فيها. هذا الكل باش تلقاوه في عرض باك واللي باش نواصلوا معاه في الرونتري، وباش تكون عندكم 6 حصص اسبوعيه مباشره تفاعليه، ينجموا يزيدوا بالطبيعه في فتره الامتحانات حسب احتياجاتنا. باش نفسر لكم شويه كيفاش تصير الحصص المباشره. في بدايه كل اسبوع باش نبعث لكم سيري ديكزيرسيس، سيري ديكزيرسيس باش تحاولوا تخدموها، وكان عندكم اشكاليات ولا حاجه تعطلتوا فيها بالطبيعه باش تسالوني في اي وقت. على ضوء الخدمه اللي خدمتوها واللي رومارك اللي باش نخرجها من الخدمه نتاعكم، باش نحضر الحصه نتاع الاصلاح. باش ما نضيعوش الوقت وما نركزوا كان على الاشكاليات اللي لقيناها. بالطبيعه الحصه باش تكون تفاعليه، باش تسال فيها اللي تحب وكيما تحب، باش تكون متمكن من اللي انت تقرا فيه. وطبيعي جدا باش يكون عندكم فتره مراجعه في كل ثلاثي، في سلعه الشتاء وفي سلعه الربيع، وما ننساوش الفتره نتاع المراجعه النهائيه في اخر العام. مع عرض باكنا باش يكون عندك اكسير عرض ديامو اللي باش تلقى فيه سو فورم دو فيديو دي كور بيان ستركتوري ديتايي وانيمي، بالطبيعه دي زيكزيرسيس كوريجي معهم لي بي دي اف نتاعهم. واكيد تنجم تختار عرض ديامون وحده. وباش تاخذوا اكثر ديتاي ولا اكثر معلومات، اتصلوا على لسينا اكاديمي في الارقام التاليه. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، ونتلقاو ان شاء الله على منصه لسينا اكاديمي. ربي ينجحكم وربي معكم.